دايما بيسألوني التلاميذ شو يعني واحد يكون مدير تصوير، انه شو بيعمل، شو مسؤولياته. انا دايما وقت بدي اجي لجاوب بحس انه ما بقدر اختصر مدير التصوير على بس مسؤولياته التقنية، ولا مسؤولياته يعني واجباته التقنية بالتصوير. انا بحس مدير التصوير هو عيون المخرج، هو الشخص اللي بده يحول هالنص اللي قريه، بده يحول بمشاعره وبكيف كيف بيحس بالضوء، كيف بيحس بالشخصيات، بده يحول مشاعره ويحط شقفة من روحه بالفيلم ليصير هيدا الفيلم بالواقع بالحقيقة عنده لغة خاصة. وهاللغة الخاصة صحيح هي نابعة من رؤية المخرج للفيلم ككل، بس كل لقطة بلقطتها، كل لحظة بلحظتها، كل ضوء، كل نقطة شمس بتنوجد بالفريم يلي عم يتصور هي شقفة من روح مدير التصوير يلي عم يختار أو عم يقترح أنه يصورها بهيدي اللحظة من الزمن تيخبر هيدي القصة بالذات. يعني أنا وقت أتلقى سكريبت وقريه، أول شي بعمله أنا عم بقرأ القصة مش تعرف شو عم بيصير ولا لشوف كيف تطورت أو شو الديالوج، شو عم ينحكى بين الشخصيات، هو أكتر إنه شو بحس بكل لحظة أنا وعم بقرأ القصة، شو بحس وشو الصور اللي بشوفه. يعني بصير أنا وعم بقرأ عم بكتب عجنب الصور يلي عم تجيني تلقائيا أنا وعم بقرأ هيدا النص، شو الصور يلي عم تجيني. وإذا إجاني كتير صور أنا وعم بقرأ هيدا النص وحسيت بالشخصيات وحسيت بمشاعرهم وحسيت بالأماكن اللي هن فيها، بوافق إني صوره. أنا بالنسبة إلي إذا أنا ما حسيت بالقصة اللي عم بقريها، ما حسيت برؤية المخرج، ما حسيت بالطاقة والطريقة اللي المخرج عم يتعامل فيها مع شخصياته، مع قصته، مع الأشخاص اللي عم يختارهم ليشارك معهم تجربة خلق هيدا الفيلم، ما بقدر صوره. يعني أنا لقالي مدير التصوير هو إنسان بحب يكون بعمل خلق جماعي، هيك كلنا سوا عم نشتغل لنحقق هيدا الرؤية ونحولها لحقيقة بصدق وبحب وبإيمان. يكون بحب إنه يخبر القصة بالصورة، وهو وعارف كتير منيح، هو وعم يشتغل على صورته عارف كتير منيح إنه عنده بارتنر هو مهندس الصوت، وبارتنر تاني اللي هو اللي عم يشتغل على الديكار، وبارتنر تالت يلي هو عم يشتغل على الكوستيوم وعلى الميك اب، وكلنا نحن بارتنرز مع بعضنا وكلنا بنفس الأهمية، من اللي عم بيضيف فواكه على السات لا اللي عم ينتج الفيلم، كلنا بنفس الأهمية، وإذا ناقص واحد منا ما في فيلم. لأنه نحن شو منتذكر؟ أنا هلأ إذا بتسألوني شو بتتذكر من الأفلام مصورتيهم، بتذكر التصوير، بتذكر العلاقة بين بعضنا، الأشخاص، الإحساس، من الأكشن للكات لمن بعد الأكشن لمن بعد الكات. كنا عائلة عم نشتغل مع بعض بكتير حب، كنا مؤمنين إنه نحن عبالنا نخبر هيدي القصة، كان في هالشغف إنه نحن من مشي عم نعمل شيء باللي قليل اللي معنا عم نعمل شيء. كتير حلو كان الإحساس. ما بقدر أتخيل الحياة بلا ما تكون عشت هيدي التجربة، لأن هاي التجربة مع الفيلم النهائي، مع نتيجتها ومع كيف عملناه مع بعضهم هن الفيلم. أنا خلقت لأترك شقفة من روحي بكل شيء عم بعمله، لأنه هيدا اللي أنا رسالتي بالحياة. إذا بدها تتحول لوظيفة لأعملها بس تعمل مصاري، ما بدي أعملها بقى. أنا شغفي ما بيقدر يكون وظيفة.